بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في درس جديد من دروس الصف الثالث الثانوي لمادة الرياضيات في الفصل الدراسي الثاني، وعنوان درسنا اليوم بمشيئة الله تعالى التوزيع الطبيعي، الجزء الثاني، من إعداد الأستاذ سمير السالم، ومعكم المقدم علي جراح. فحياكم الله جميعا، ولنبدأ على بركة الله تعالى. درس اليوم درس سهل وبسيط وميسر بإذن الله تعالى. في البداية نريد أن نتعرف على ما يسمى بالقانون التجريبي. يتصف التوزيع الطبيعي الذي متوسطه ميو، هذا الرمز يقصد فيه المتوسط، وانحرافه المعياري سيجما، هذا الرمز ينطق سيجما ويقصد فيه الانحراف المعياري، وهذا الرمز ميو ويقصد فيه المتوسط. إذا لدينا توزيع طبيعي متوسطه ميو وانحرافه المعياري سيجما، يتصف هذا التوزيع الطبيعي بالخصائص التالية. ما هي خصائص التوزيع الطبيعي؟ نلاحظ الآن أن لدينا المنحنى الاعتدالي، هذا الخط المستقيم، أطول خط مستقيم هو المتوسط أو هو الوسيط أو هو المنوال. هنا يتساوى الوسيط والوسط الحسابي والمنوال. نلاحظ أن نسبة البيانات الواقعة في هذا الجزء 34%، وفي هذا الجزء أيضا 34%. أيضا نلاحظ أنه طبعا 34% زائد 34% يعطينا 68%. إذا يقع 68% تقريبا من البيانات ضمن هذه الفترة. هذه الفترة ميو ناقص سيجما وميو زائدا سيجما. ميو ناقص سيجما اللي هو يقصد فيه المتوسط ناقص الانحراف، وهنا المتوسط زائدا الانحراف. ففي هذه الفترة تقع 68% من البيانات. وهذا يعني أن 68% من البيانات لا يتجاوز بعدها عن المتوسط قيمة الانحراف. هذا التفسير الهندسي، أن 68% من البيانات لا يتجاوز بعدها عن المتوسط قيمة الانحراف المعياري. لأن طبعا لما نقول ميو ناقص سيجما وميو زائد سيجما يمثل لدينا فترة، وهذا الذي في البعد، يعني ميو ناقص سيجما كم تبعد عن ميو، وميو زائد سيجما كم تبعد عن ميو، تبعد عن ميو مسافة قدرها سيجما، مسافة قدرها قيمة الانحراف المعياري. فالبعد ما بين هذه النقطة إلى هذه النقطة، البعد هو مسافة قدرها الانحراف المعياري، وهنا أيضا مسافة قدرها الانحراف المعياري. الآن لنتسع قليلا، هنا أصبح لدينا 13.5%، وهنا أصبح لدينا 13.5%. فتصير المسافة من ميو ناقص 2 سيجما إلى ميو زائد 2 سيجما هي عبارة عن 13.5 زائد 34 زائد 34 زائد 13.5%. أصبحت كمية البيانات هنا أكثر. إذا نلاحظ الآن أن تقع 95% تقريبا من البيانات ضمن الفترة ميو ناقص 2 سيجما وميو زائد 2 سيجما. جميل جدا. وهذا يعني التفسير الهندسي أن الغالبية العظمى من البيانات اللي هو 95% لا يتجاوز بعدها عن المتوسط ضعف قيمة الانحراف المعياري. الآن كم المسافة ما بين ميو ناقص 2 سيجما إلى ميو؟ المسافة مسافة قدرها 2 سيجما، وأيضا المسافة من ميو إلى ميو زائد 2 سيجما مسافة قدرها 2 سيجما، يعني ضعف قيمة الانحراف المعياري، ضعف قيمة الانحراف المعياري. طيب الآن لاتسع قليلا، يصبح لدينا ميو ناقص 3 سيجما وميو زائد 3 سيجما. هنا يقع 99% من البيانات، 99% من البيانات تقع ضمن هذه الفترة من ميو ناقص 3 سيجما إلى ميو زائد 3 سيجما، لأن 2% زائد 13.5 زائد 34 زائد 34 زائد 13.5 زائد 2% يعطينا 99%. فالفترة هي ميو ناقص 3 سيجما وميو زائد 3 سيجما. طيب
ما هو تفسيرها الهندسي؟ وهذا يعني أن جميع البيانات تقريبا أي 99% من البيانات لا يتجاوز بعدها عن المتوسط 3 أمثال قيمة الانحراف المعياري. ما معنى هذا الكلام؟ أن المسافة من ميو ناقص 3 سيجما إلى ميو هي مسافة قدرها 3 سيجما، 3 أضعاف قيمة الانحراف، وأيضا المسافة من ميو إلى ميو زائد 3 سيجما أيضا مسافة قدرها 3 أضعاف الانحراف المعياري. هذا بالنسبة للتفسير الهندسي. جميل، تذكر أن المساحة بين قيمتين من البيانات تمثل نسبة البيانات التي تقع بين هاتين القيمتين. فنقول مثلا المساحة بين هذه القيمة وهذه القيمة 34% زائد 34% يعطينا 68%، وهكذا. فالمسافة مثلا من 13.5% إلى 2% نحتاج إلى أن نجمع من 13.5 زائد 34 زائد 34 زائد 13.5 مثلا، فنحتاج أن نجمع المساحة بين قيمتين من البيانات، بين كل قيمتين متتاليتين من البيانات. ويمكن أن يستخدم القانون التجريبي لوصف المساحة تحت المنحنى الطبيعي والتي تقع ضمن انحراف أو انحرافين أو 3 انحرافات معيارية على المتوسط، طبعا كحد أقصى 3 انحرافات معيارية. هنا ميو، ميو زائد سيجما، ميو زائد 2 سيجما، ميو زائد 3 سيجما، وكذلك من جهة اليسار ميو ناقص سيجما، ميو ناقص 2 سيجما، وميو ناقص 3 سيجما. هنا طبعا عند هذا الخط المستقيم أطول خط مستقيم يتساوى المتوسط والوسيط والمنوال. أيضا يكون المنحنى أكبر قيمة عند المتوسط، يكون للمنحنى أكبر قيمة، بلا شك أن أكبر قيمة له عند المتوسط أو عند الوسيط أو عند المنوال، لأن كلاهما تتساوى عند هذه النقطة. نبدأ الآن في سرد الأمثلة. مثال: المتوسط لتوزيع طبيعي 34 وانحرافه المعياري 5، أوجد احتمال أن تكون قيمة تم اختيارها عشوائيا في هذا التوزيع أقل من 49، أي أن أوجد احتمال أن تكون الإكس أقل من 49. طيب، لدينا الآن المتوسط 34 اللي هو ميو، والانحراف اللي هو سيجما يساوي 5. بإمكاننا أن نبني بناء على هذين المعطيين أن نبني عليهما التوزيع الطبيعي، ومن ثم نوجد احتمال أن تكون الإكس أقل من 49. إذن الحل ميو 43 والسيجما يساوي 5. طيب الآن نحتاج أن نوجد ماذا؟ نحتاج أن نوجد ميو زائد سيجما، ميو ناقص سيجما، ميو زائد 2 سيجما، ميو ناقص 2 سيجما، وميو زائد 3 سيجما، ميو ناقص 3 سيجما. نحتاج أن نوجد هذه ال6 أشياء حتى نستطيع أن نكون التوزيع الطبيعي أو منحنى التوزيع الطبيعي. طيب الآن نبدأ ميو زائد سيجما، السيجما طبعا 5، 34 زائد 5 و34 ناقص 5، 34 زائد 5 39 و34 ناقص 5 29. طيب 2 سيجما يعني 5 في 2 10، إذا 34 زائد 10 و34 ناقص 10 44، وهنا 24. الآن ميو زائد 3 سيجما، ميو ناقص 3 سيجما، 3 سيجما بتصير كم؟ كم 3 سيجما؟ 5 ضرب 3 15، إذا 34 زائد 15 و34 ناقص 15، 34 زائد 15 49 و34 ناقص 15 يساوي 19. إذا الآن نأخذ هذه 39 44 و49 و29 و24 و19، نأخذ هذه ال6 القيم ونعوض بها في منحنى التوزيع الطبيعي. إذا نرسم الآن منحنى التوزيع الطبيعي، نعم 19 ثم 24 29 34 39 44 و49. طبعا 34 هو عبارة عن المتوسط الحسابي المعطى في السؤال. إذا هنا 34% 34%، هنا 13.5% 13.5%، هنا 2% 2%، وأخيرا 0.5%، وهنا 0.5%. المطلوب ما هو؟ المطلوب يقول أوجد احتمال أن تكون الإكس أقل من 49. طيب هذه 49 أقل من 49، نظلل المنطقة التي تمثل الاحتمال المطلوب أقل من 49، أي أنها 0.5% زائد 2% زائد 13.5% زائد 34%
زائد 34% زائد 13.5% زائد 2%، ويعطينا في نهاية الأمر 99.5%. نعم، إذا نحسب الاحتمال المطلوب يعطينا 99.5%، يعني يكون احتمال أن تكون الإكس أقل من 49 99.5%، وهذا هو الاحتمال المطلوب. جميل. تدريب: تتوزع مجموعة بيانات توزيعا طبيعيا بمتوسط حسابي 161 وانحراف معياري 12. أوجد احتمال أن يتم اختيار قيمة لإكس عشوائيا من هذا التوزيع بحيث تكون أقل من 149، أي أوجد احتمال أن تكون إكس أقل من 149. المتوسط الحسابي موجود 161. الحل: المتوسط الحسابي موجود 161 والسيجما الانحراف المعياري 12. نوجد الست القيم الرئيسية: ميو زائد سيجما ميو ناقص سيجما، ميو زائد 2 سيجما ميو ناقص 2 سيجما، ميو زائد 3 سيجما وميو ناقص 3 سيجما. طيب نبدأ الآن على بركة الله. ميو زائد سيجما وميو ناقص سيجما: 161 زائد 12 و 161 ناقص 12، 161 زائد 12 173 و 161 ناقص 12 149. الآن ميو زائد 2 سيجما وميو ناقص 2 سيجما: 12 في 2 24. إذا 161 زائد 24 و 161 ناقص 24 ليعطينا في نهاية المطاف 185 و 137. 3 سيجما 12 في 3 36. إذا 161 زائد 36 197 و 161 ناقص 36 يعطينا 125. الآن نأخذ هذه الست القيم بالإضافة إلى القيمة الرئيسية للمتوسط 161 ونمثلها على التوزيع الطبيعي، فيصبح لدينا أصغر قيمة 125 ثم 137 ثم 149 ثم المتوسط 161 ثم بعد ذلك 173 185 197، فيكون تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر على التوزيع الطبيعي. نرسم نحن التوزيع الطبيعي: إذا 125 137 149 ثم 161 المتوسط الحسابي الرئيس، ثم بعد ذلك نكمل 173 185 197. السؤال يقول: أوجد احتمال أن تكون X أقل من 149. احتمال أن تكون X أقل من 149، هذه 149 الذي أقل منها نصف زائد 2 زائد 13.5 14 16%، نص زائد 2 2.5 زائد 13.5 يساوي 16. إذا الاحتمال المطلوب هو 16%. احتمال أن تكون X أقل من 149 يساوي 16%. نعم 16 رائع جدا. إذا الاحتمال المطلوب هو 16%. تدريب: إذا علمت أن كتل 100 موظف في شركة تتوزع توزيعا طبيعيا بمتوسط حسابي مقداره 70 كيلو جرام وانحراف معياري 10 كيلو جرام، فاعتمد على ذلك في الإجابة على ما يلي: ما العدد التقريبي؟ هنا لا يريد احتمال أو لا يريد نسبة، يريد ما العدد التقريبي للموظفين الذين تقع كتلهم بين 60 و 80 كيلو جراما أو 80 و 60 كيلو جراما. ما هو عدد الموظفين الذين تقع كتلهم بين 60 و 80 كيلو جراما؟ إذا نبدأ الآن في البداية: المتوسط الحسابي 70 والانحراف المعياري 10. إذا نعوض الآن. إذا الحل: المتوسط الحسابي ميو يساوي 70 والسيجما يساوي 10. نوجد الست القيم الرئيسية: ميو زائد سيجما ميو ناقص سيجما، ميو زائد 2 سيجما ميو ناقص 2 سيجما، وميو زائد 3 سيجما ميو ناقص 3 سيجما. نبدأ على بركة الله تعالى. ميو زائد سيجما، إذا 70 زائد 10 و 70 ناقص 10، 70 زائد 10 80 و 70 ناقص 10 يساوي 60. 2 سيجما 2 في 10 20، 70 زائد 20 90 و 70 ناقص 20 يساوي 50. طيب زائد 3 سيجما 3 في 10 30، 70 زائد 30 100
وسبعين ناقص ثلاثين يساوي أربعين. إذا نأخذ الآن هذه الست القيم، نعم أربعين ثم خمسين ثم ستين ثم المتوسط الحسابي سبعين، ثم نكمل ثمانين ثم تسعين ثم مئة ونمثلهم على التوزيع الطبيعي. نرسم منحنى التوزيع الطبيعي، أربعين خمسين ستين سبعين هو المتوسط، ثم ثمانين تسعين مئة. طبعا السؤال ما هو؟ السؤال يقول ما هو العدد التقريبي للموظفين الذين تقع كتلهم بين ستين وثمانين؟ ستين وثمانين. الآن يقول تبعد كل من 60 و80 عن المتوسط الحسابي انحراف معياري واحد، لذا فإن 68% من البيانات واقعة بين الكتلتين 60 و80، هذه 60 وهذه 80. ما بين 60 إلى 80 كم؟ 34% زائد 34%، 34 زائد 34 68%. هنا الاحتمال، ولكن هو يريد العدد التقريبي للموظفين. فالعدد التقريبي 100، لدينا 100 موظف، ال 100 هذه يقصد فيها عدد الموظفين. نعود مرة أخرى للسؤال للتأكد، نعود مرة أخرى للسؤال. نعم، إذا علمت أن كتل 100 موظف، فنلاحظ 100 موظف، إذا في هذه الحالة نحتاج إلى 100 ضرب 68%، 100 عدد الموظفين و 68% عدد الكتل أو كتلهم تقع ما بين ال 60 وال 80، ما بين ال 60 وال 80 34 زائد 34 68%. طبعا المئة في كما هي 68% يقصد فيها 68 على 100، 68% يقصد فيها 68 على 100. نختصر 100 تذهب مع 100 تختصر مع 100 ليبقى في النهاية 68. إذا لدينا 68 موظف تقع كتلهم بين 60 و80. نعم، أي أن 68 من الموظفين تقع كتلهم بين 60 و80 كيلو جرام. ما احتمال أن يتم اختيار موظف بصورة عشوائية وتكون كتلته أقل من 90 كيلو جرام؟ أقل من 90، هذه 90 أقل من 90، يعني 13.5 زائد 34 زائد 34 زائد 13.5 زائد 2 زائد نص، يعني كم يصير؟ يصير النهاية كم؟ 97 و 97.5%. نعم، نجمع. نعم نعم، رائع جدا. نظل المنطقة التي تمثل الاحتمال المطلوب ونجمع أقل من 90، إذا 13.5 إلى نص، فيصير الناتج 97.5. نعم، 97.5%، رائع جدا. إذا الناتج النهائي أو احتمال أن تكون الإكس أقل من 90 هو 97.5%. جميل جدا. نعم، إذا احتمال أن تكون إكس أقل من 90 97.5%. طيب تدريب، أعطى عمران اختبارا قصيرا لطلبته البالغ عددهم 50 طالبا، وكانت الدرجات موزعة توزيعا طبيعيا بمتوسط حسابي 21 وانحراف معياري 2، ما هو العدد التقريبي للطلاب الذين تقع درجاتهم بين 19 و23؟ نفس المثال السابق تماما. لدينا الآن المتوسط الحسابي 21 والانحراف المعياري 2، إذا نعم المتوسط الحسابي ميو 21 نفس الطريقة، نعم نفس الطريقة، وسيجما يساوي 2. نوجد الست القيم المعروفة، ميو زائد سيجما ميو ناقص سيجما، ميو زائد 2 سيجما ميو ناقص 2 سيجما، ميو زائد 3 سيجما ميو ناقص 3 سيجما. جميل جدا. إذا 21 زائد 2 21 ناقص 2 23 و 19. طيب 2 سيجما 2 في 2 4، إذا ميو 21 زائد 4 25، 21 ناقص 4 17. الآن 3 سيجما 3 في 2 6، إذا 21 زائد 6 21 ناقص 6، 21 زائد 6 يساوي 27، 21 ناقص 6 يساوي 15. جميل جدا. إذا نبدأ الآن، أصغر عدد ما هو؟ 15. إذا 15 ثم 17 ثم 19 ثم 21 توسط الحساب المعطى في السؤال، ثم نكمل 23 ثم 25 ثم 27. نمثل هذه السبع القيم على من؟ على التوزيع الطبيعي. نرسم منحنى التوزيع الطبيعي،
إذا 15 ثم 17 ثم 19 ثم 21 المتوسط المعطى في السؤال، ثم 23 ثم 25 ثم بعد ذلك 27 والنسبة المئوية المعروفة 34 34 بعدين 13.5 13.5 ثم 2.5 2.5% عفوا 2% 2% ثم أخيرا 0.5% و0.5% على الأطراف. طيب هو يقول ما هو السؤال؟ يقول كم عدد كم عدد الطلاب نعم نعود مرة أخرى إلى السؤال. ماذا يقول السؤال؟ ما العدد التقريبي للطلاب الذين تقع درجاتهم بين 19 و23؟ ما العدد التقريبي للطلاب الذين تقع درجاتهم بين 19 و23؟ كم عدد الطلاب؟ 50 طالبا. يا سلام، رائع جدا، الحل موجود وجاهز أمامنا. إذا نجد الآن أن عدد الطلاب 50 ضرب 68%. لماذا ذكرنا 68%؟ لأن 19 و23 هذه 19 وهذه 23، ما بين ال 19 إلى 23 34 زائد 34 68%. إذا 50 ضرب 68 على 100، طبعا بالاختصار 50 على 100 نصف، إذا 68 على 100 أو نصف ال 68 34. إذا معنى هذا أن لدينا 34 طالبا تقع درجاتهم بين 19 و23. أي أن 34 من الطلاب تقع درجاتهم بين 19 و23. جميل جدا. طيب يقول ما احتمال أن تقع درجة أحد الطلاب بين 17 و25؟ ما احتمال أن تقع درجة أحد الطلاب بين 17 و25؟ هذه 17 وهذه 25. بكل بساطة نجمع من 17 إلى 25، إذا 13.5 زائد 34 زائد 34 زائد 13.5 زائد 13.5 يكون لدينا في النهاية 95%. نظلل المنطقة التي تمثل الاحتمال المطلوب فيصبح لدينا كم؟ 95%. 95%. إذا أي أن الاحتمال المطلوب يساوي 95%. في هذا الدرس تعرفنا على أن التوزيع الطبيعي، ذكرنا أنه يتصف أو التوزيع الطبيعي الذي يكون متوسطه ميو وانحرافه المعياري سيجما يتصف بالخصائص التالية: 68% من البيانات تقع ما بين الفترة ميو ناقص سيجما ميو زائد سيجما، و 95% من البيانات تقع ضمن الفترة ميو ناقص 2 سيجما ميو زائد 2 سيجما، و 99.5 تقريبا من البيانات تقع ضمن الفترة ميو ناقص 3 سيجما ميو زائد 3 سيجما. شاكر ومقدر حضوركم وتفاعلكم واستماعكم وإنصاتكم. نلتقي بمشيئة الله تعالى في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.